انفجر الظهر اليوم عبوة ناسفة كانت مزروعة في إحدى السيارات العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري هنا في مدينة الباب قرب مدرسة البحتوري، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط دون وقوع إصابات بشرية، فيما قامت قوات الشرطة بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات هذه القضية دون ورود أي معلومات عن منفذي التفجير حتى هذه اللحظة. وقبل هذا الانفجار بساعات قليلة قتل شخص نفسه بقنبلة يدوية، وأصيب شخص آخر برصاص قوات الشرطة العسكرية، وذلك على أطراف مدينة الباب أيضا، فيما أكدت مصادر من قوات الشرطة العسكرية أن الشخصان كانا يستقلان دراجة نارية وكانا ملثمان ومسلحان ولم يستجيبوا لأمر الوقوف على الحاجز ليبدأ إطلاق النار بين الطرفين، وأكدت المصادر ذاتها أن الشخصان متهمين بقضية أمنية.